السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة. لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. إذن فيديو جديد ووصفة جديدة، هذه المرة تخص النساء بالتحديد، وهي وصفة تخص المناطق الحساسة. إذ نعرف أن الكثير منكم تعتقد أن الاهتمام بالمناطق الحساسة أمر يخص السيدات المتزوجات فقط، وهذا أمر خاطئ تماما، لأن المناطق الحساسة لدى الفتيات تحتاج لرعاية ونظافة باستمرار، بسبب أن تلك المناطق عرضة للالتهابات بسبب البكتيريا والفطريات التي تتكون من قلة النظافة في البيئة الرطبة المحيطة بها، الأمر الذي يعطي روائح كريهة تنبعث من هذه المنطقة، الأمر الذي ينعكس سلبا على نفسية المرأة عامة وعلى علاقتها الحميمية مع زوجها إن كانت متزوجة. كما نعرف أن في هذه المنطقة تتكاثر بكتيريا مسالمة، وأي اختلال يؤدي إلى تكاثرها بشكل سريع، وبالتالي مهاجمة المنطقة الحساسة والتسبب بالالتهاب والروائح الكريهة أيضا. وأحيانا يكون السبب نتيجة بكتيريا داخلية تم نقلها جنسيا أو بسبب عادات النظافة الشخصية الخاطئة. واليوم سنعمل وصفة رائعة جدا لتعطير هذه المنطقة وترطيبها وأيضا تبييضها. إذا لعمل هذه الوصفة سأحتاج إلى المسك الأبيض، هو يقضي على البكتيريا والفطريات التي تتواجد في هذه المنطقة الحساسة، الأمر الذي من شأنه أن يقضي على الإفرازات المزعجة والرائحة الكريهة من المهبل، وهو أيضا يقي النساء من الإصابة بسرطان الرحم، يزيد الخصوبة ويساعد على الإنجاب، يعالج الالتهابات في الجسم، وبالتالي يقضي على الحكة كما أنه يطهر الجروح. ويعتبر استخدام المسك الأبيض من قبل السيدات من السنة النبوية، حيث يروى عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بأن زوجته عائشة رضي الله عنها سألته عن أصول التطهر من بعد الحيض، فأجابها عليه السلام باستخدام المسك الأبيض. وسأحتاج أيضا إلى الجليسرين. إذن الجليسرين يعمل على ترطيب البشرة ويمنحها النعومة، أيضا يجعلنا نتخلص من البقع الداكنة، يفتح البشرة بحيث يخلصها من الزيوت الزائدة والأوساخ العالقة في مساماتها، ومع الاستخدام بانتظام ستصبح البشرة أكثر بياض ونضارة. وسأحتاج أيضا إلى الفازلين، هذا فازلين طبي أخذته من الصيدلية، يمكنكم استعمال الفازلين الآخر، يعني علبة الفازلين الزرقاء التي تعرفونها جميعا، طبعا على أن تكون ذات نوعية جيدة. إذن على الرغم من أن الفازلين سميك ولزج، إلا أن الجلد يمتصه بسهولة ولا يؤدي إلى انسداد المسامات كما يعتقد البعض، وتتجلى فائدته في كونه يحافظ على رطوبة البشرة بشكل كبير ويمنع تشققها وجفافها. إذن لا شك أنكم عرفتم أننا سنقوم بعمل كريم رائع جدا لتعطير المنطقة الحساسة عند السيدات. إذن لنمر لعمله. إذن أول شيء سأقوم به هو بشر المسك الأبيض حتى يسهل إذابته طبعا. سأقوم ببشره من الأفضل كما قلت حتى تسهل إذابته بسرعة، على عكس إن وضعناه قطعة واحدة فالأمر سيتطلب بعض الوقت. رائحته رائعة جدا، وكما أن يعني هذه الرائحة القوية هي تختلف عن كل العطور الزيتية، وبالتالي ستعطي رائحة رائعة جدا لمنطقة المهبل والمناطق الحساسة الأخرى. إذن في كسرولة التي سأقوم بتسخين المكونات فيها، إذن سأضع المسك الذي قمت ببشره، ثم سأضيف إليه المكونات الباقية. إذن هذه الطريقة ستسهل ذوبانه بسرعة. كما قلت سأضيف الجليسرين، سأضيف ملعقتين من الجليسرين،
هو يكون ثقيل بهذا الشكل. الملعقة الثانية، ونمر لإضافة الفازلين. كما قلت يمكنكم استعمال هذا النوع من الفازلين، أخذته من الصيدلية، هو ذو نوعية جيدة. أو يمكنكم عمل الفازلين الآخر، العلبة ذات الغطاء الأزرق، سأقوم بالضغط عليها حتى يخرج. الملعقة الأولى، ثم سأضيف ملعقة ثانية. ثم نمر لتسخين الكل في حمام مريم. إذا أخذت إناء أكبر من الإناء الأول الذي وضعت فيه المكونات، ثم سأضع فيه الإناء بهذا الشكل وأضع الكل على النار لتسخن جيدا وتذوب المكونات. إذا وضعت الكل على النار، طبعا يجب التحريك حتى تمتزج العناصر وتذوب جيدا. إذا كما ترون بدأت المكونات بالذوبان، طبعا يجب التحريك، وبهذه الطريقة لن تحترق المكونات عكس إن وضعتموها على النار. لا يجب وضعها أبدا على النار، فقط نقوم بتسخينها بهذه الطريقة فهي أفضل. إذا نحرك جيدا ونقوم بالضغط على كل الحبيبات حتى تذوب طبعا، لنحصل على سائل متجانس. إذا كما ترون أصبح سائل بهذا الشكل. إذا كما تلاحظون حصلنا على هذا السائل. الآن سنقوم بوضعه في علبة محكمة الإغلاق طبعا للاحتفاظ به وحتى يسهل تطبيقه. إذا نقوم بصب هذا السائل الذي حصلنا عليه بهذا الشكل. يمكنكم إضافة يعني كمية أكبر، إن أردتم الحصول على علبة مملوءة يمكنكم مضاعفة الكمية. وحتى بالنسبة للمسك الأبيض، إن أردتم رائحة أقوى وأكثر يمكنكم إضافة مكعب أو اثنين، إذا لكم الاختيار. كما أنه عند تذويبه لا يتطلب الكثير من الوقت، كما رأيتم دقيقة أو اثنين فقط فهي كافية حتى تذوب جميع المكونات. لا يجب تركه كثيرا على النار حتى لا يحترق، وطبعا بطريقة حمام مريم أؤكد على ذلك. إذا ستحصلون على كريم بهذا الشكل. هو الآن ليس كريم، لا يزال سائلا، ولكن بعد أن يبرد سيصير على شكل الكريم، يعني سيجمد ويأخذ قوام الكريم. إذا هذا الكريم المحصل عليه. إذا بعد تنظيف المنطقة الحساسة جيدا، تقومون بأخذ القليل من هذا الكريم ووضعه على المنطقة. كما قلت هو رائع جدا، يعطي تعطير مذهل للمنطقة الحساسة، وأيضا يقوم بتبييضها وترطيبها وحمايتها من الجفاف. يمكنكم أيضا وضعه في المنطقة الخلفية، يعني منطقة المؤخرة بين المؤخرة. كذلك هذه المنطقة تتجمع فيها يعني بعض الشوائب وبعض الأوساخ من الحركة من المشي وغيرها. إذا بعد تنظيف هذه المناطق، قوموا بأخذ القليل فقط ودهنه على هذه المناطق. ستلاحظون نتائج رائعة جدا، ستقل الرائحة الكريهة وستختفي مع المداومة، وأيضا ستعطي ترطيب مذهل للمنطقة. وأيضا للعناية بالمنطقة الحساسة يجب غسلها كما قلت، غسل المنطقة الأمامية والخلفية بماء فاتر، والحرص على عدم استخدام الماء الحار، وذلك بعد قضاء كل حاجة وبعد الخروج والمشي لفترات طويلة وقبل النوم. أيضا يجب تجفيف المنطقة الحساسة بمناديل ورقية سميكة والانتباه من المناديل الخفيفة والتي قد تترك بقايا، وإن أمكن استخدام مناشف صغيرة ونظيفة بشكل فردي وتبديلها باستمرار. الابتعاد قدر الإمكان عن الشامبوهات والصابونات والغسولات التي تحتوي على عطور مما قد يسبب تهيج في المناطق الحساسة. أيضا يجب تبديل الملابس الداخلية باستمرار ولبس ملابس داخلية نظيفة قبل النوم، والحرص على اختيار ملابس مريحة ومناسبة. وأيضا إزالة الشعر من المناطق الحساسة أمر بالغ الأهمية، لأن الشعر يساهم في نمو البكتيريا التي تسبب الحكة.
إذن كانت هذه بعض النصائح للعناية بالمنطقة الحساسة والحفاظ عليها دون مشاكل ودون التهابات وغيرها. وكذلك هذه الوصفة رائعة، ستساعدكم جدا في التخلص من كل الروائح الكريهة، خصوصا للمتزوجات اللواتي يجدن حرجا وعدم ثقة بالنفس عند اللقاء الحميمي. إذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم بكريم اليوم الخاص بتعطير المنطقة الحساسة، تبييضها وأيضا ترطيبها. لا تنسوا لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم حتى تستفيد سيدات أخريات وكذلك فتيات أخريات غير متزوجات. وإن كان لكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات، لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة وانضموا للجروب على الفيسبوك. سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.